بداية يعني قراءة سريعة لما حصل، ولماذا يعلن محافظ ذي قار بعد كل ما جرى، يعني الحوار مع المتظاهرين حول طاولة واحدة لإيصال مطالب المتظاهرين إلى الجهات المعنية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم مساء أستاذ. الخير. حقيقة ما يجري في محافظة ذي قار لا يخفى على الجميع، بين لحظة وأخرى وبين برهة وأخرى تجري مظاهرات مطلبية، مظاهرات تطالب بحقوق، حقوق يعني يطالب بها المواطنون، وهي التثبيت على العقود، تعيينات، خدمات. ولكن هناك ما نلاحظ ردة فعل سلبية من قبل القوات الأمنية وعدم الاستجابة إليهم إلا بالهراوات والضرب بالعصي، وكل ما سمعتموه من المحافظ أو المحافظين السابقين هو امتصاص لغضب الشارع الذيقاري الذي يغلي منذ ثورة تشرين وليومنا هذا. هذه المشاهد وهذه اللقطات التي تعرض على قناتكم حاليا لم نشاهدها سوى إلا في فلسطين، وما فعله الكيان الصهيوني مع إخوتنا في فلسطين وفي غزة. للأسف الشديد الأخوة في القوات الأمنية هم المتظاهرون كلهم أخوتكم وأبناء عمومتكم وأصدقائكم. لماذا هذا العنف المفرط؟ لماذا هذا القمع الغير مبرر؟ خرجوا متظاهرين سلميين مطالبين بحقوقهم. لماذا هذه التسويفات؟ دائما ما نلاحظ بعض المسؤولين يمتصون غضب الشارع الذيقاري ويمتصون غضب المتظاهرين، وذلك بجرهم إلى طاولة مفاوضات وجلب ملفاتهم وتركها على رفوف النسيان وعدم الاستجابة لمطالب الشارع الذيقاري واللجوء إلى الحلول الترقيعية. هذا ما لاحظناه وشاهدناه منذ انطلاقة ثورة تشرين وليومنا هذا، هو امتصاص لزخم الثورة، وذلك باستيعاب الكثير من الشباب من خلال العقود. نعم. وكذلك الأجور اليومية وحلول ترقيعية وتعيينات مصلحية ومحاصصاتية، وهذا نتاج ما قامت به الأحزاب من محاصصات وحزبية وكذلك محسوبية بينها.